نعمة الوضوء. وجد الباحثون أن الوضوء يزيل عن الأجزاء المكشوفة من الجسم تجمعات الجراثيم ويحافظ على مرونة الجسد، ومن هنا ندرك لماذا أمرنا الله تبارك وتعالى بالوضوء. فقد أراد لنا أن نبقى محافظين على صحتنا وصحة جلدنا وجسدنا وبعيدين عن مختلف الأمراض، فكل عملية وضوء كافية لإزالة ملايين الجراثيم والفيروسات كما يؤكد العلماء. يقول تبارك وتعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. صدق الله العظيم.